عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر رضا محمد من قناة ماي انجلش تايم. هنكمل مع بعض النهاردة شرح يونت 7 للصف الثالث الابتدائي، وهناخد في فيديو النهاردة لسن 3 ولسن 4. هنبدأ الفيديو بلسن 3 اللي هو بعنوان practice time، وفي الدرس ده بناخد جزء الاستراكشر او الجرامر الموجود في اليونت. طيب جزء الاستراكشر النهاردة بتكلم عن استخدام حاجة اسمها ضمائر الإشارة اللي هي عندنا وكلنا عارفينها، اللي هي these و those و this و that. بنستخدم الأربعة دول النهاردة في حاجة اسمها asking about and identifying objects، اللي هو سؤال والتعرف على الأشياء. عاوز أعرف أشاور وأسأل على الأشياء وشخص يرد عليا. طيب هنسأل بيها مستر النهاردة. السؤال بتاعنا النهاردة هيبقى بادئ ب what، يا اما هيبدا يا اما ب what are يا اما ب what ايه what is. هيبدا ب what are لو انا بسال على حاجه جامعه، هيبدا ب what is لو انا بسال على حاجه ايه مفرد. طيب الحاجه اللي انا بسال عليها دي عاوز اعرف اسمها، يا اما بتكون قريبه يا اما بتكون ايه بعيده، صح؟ اوكي. طيب تعالوا كده خلينا في الحاجات اللي هي الجمع الاول. لو انا بسال على حاجات جمع، الحاجه الجامعه ديت هتبقى يا اما قريبه يا اما ايه بعيده. لو قريبه يا اولاد هنقول what are these، ولو بعيده هنقول what are those. ونخلي بالنا ان these و those الاس هنا بتنطق ايه زاد، عشان كده بننطق these those. يبقى what are these what are those. طيب يبقى بنسال what are these لما بكون بسال على حاجه قريبه جمع قريب، what are those لو بسأل على حاجة ايه جمع بعيدة. طب هنجاوب ازاي دلوقتي؟ هنا what are these بيقول لي لو انت بتسأل ب what are these هتجاوب بايه؟ ب there اللي هي اختصار ل they are، وبعدها الاسم الايه الجمع. زي مثلا بقول ايه their jeans او their skirts. اوكي في طريقة تانية؟ في طريقة تانية ان انا استخدم نفس الضمير بتاع الاشارة اللي جه في السؤال وبعمل عملية مقص كده، ببدأ بإيه؟ ب these وبعد كده إيه؟ are، وبعد كده الاسم الإيه؟ الجمع اللي هو بشاور عليه. يبقى هنقول مثلا إيه؟ these are skirts. طيب نشوف مثال. أوكي المثال هنا اللي هو الإكزامبل بيقول إيه؟ what are these؟ what are these؟ يعني إيه دول؟ ما دول؟ هيقول هنا إيه؟ their shoes، their shoes. أو ممكن يستخدم عملية المقص هنا ويستخدم نفس ضمير الإشارة ويقول إيه these are وبعد كده اسمهم اللي هي إيه shoes. يبقى ممكن أجاوب بطريقتين، يا إما لو بيسألني على حاجة جمع هجاوب ب they are أو there الاختصار بتاعها they are أو there، يا إما بستخدم نفس ضمير الإشارة يا أولاد اللي موجود في السؤال وبعمل عملية مقص مع الكلمة اللي قبله وبعد كده بكتب اسم الحاجة الإيه الجمع. طيب ده لو احنا بنسأل على حاجة جمع ايه قريبة. طب لو الجمع ده بعيد هنستخدم those ونقول ايه what are those، يعني ما ايه اولئك، لا بتبقى حاجة بعيدة جمع بعيد. طيب الاجابة برضو هنجاوب برضو ب they are او there وبعدها اسم الايه الجمع، فنقول مثلا ايه what are those، هيرد يقول ايه their skirts. او ممكن نجاوب بطريقه تانية بنفس برضو الطريقه هنا اللي هي السابقه، نستخدم ضمير الاشاره ونعمل عمليه مقص ونبدا بذوز وبعد كده ايه ار وبعدها الاسم الايه الجمع، فنقول ايه ذوز ار سكيرتس. يبقى لما يسالني ويقول لي وات ار ذوز، وليكن زي البنت هنا بتسال كريم وبتقول له وات ار ذوز، هيرد كريم يقول لها ايه ذير سكيرتس او ذوز ار سكيرتس. طيب يبقى كده اللي احنا فهمناه من النقطتين اللي فوق دول يا مستر، ان لو السؤال بدا ب what are او السؤال كان what are these او what are those ممكن نجاوب بطريقه واحده ونقول there وبعدها اسم الحاجه الجمع. اوكي او نستخدم نفس ضمير الاشاره الموجود في السؤال ونعمل عمليه مقص معاه مع are، نبدا بضمير الاشاره الاول وبعد كده are وبعد كده الاسم الايه الجمع. سهله. اوكي طب تعالوا بقى لو احنا بنشاور على شيء ايه مفرد مش جمع، بقى
هنسأل بإيه؟ مش هنستخدم آر. أمال هنستخدم إيه؟ هنستخدم إز. برافو عليكم. يبقى هنقول إيه بدل وات آر؟ هتبقى وات إيه؟ وات إز. وبدل ذيز وذوز اللي هما بتوع الجمع هنستخدم ذس ونستخدم ذات بتوع المفرد. يبقى لو أنا بشاور بقى هنا، تعالوا كده نركز، لو بشاور على مفرد قريب هنقول إيه؟ وات إز ذس؟ وات إز ذس؟ ولو بشاور على حاجة جمع وات إيه؟ وات إز ذات؟ طيب في الحالتين احنا هنرد بنفس الطريقة اللي هي ايه؟ it's a او an وبعدها اسم الايه؟ الاسم المفرد. اوكي؟ او بنفس الطريقة قلنا هعمل عملية مقص وابدأ بضمير الاشارة اللي موجود في السؤال وبعد كده ايه؟ is وبعد كده a او an. اوكي؟ طيب هنا what is that؟ what is that بنفس الطريقة برضه هنبدأ بايه؟ ب it's بعدها A أو an وبعد كده الاسم المفرد، يا اما ببدا بعمل عمليه مقص وابدا بنفس ضمير الاشاره اللي في السؤال وبعدها is وبعد كده A أو an. طب يا مستر ايه حكايه A أو an دي اللي بتيجي قبل الاسم المفرد؟ ال A وال an ديت بتيجي قبل الايه؟ قبل الاسم المفرد. ال A بتيجي قبل الاسم المفرد اللي بادئ بكونسوننت او حرف ساكن، انما ال an بتيجي قبل الاسم المفرد الذي يبدا بحاجه من الخمسه الفاولز اللي احنا عارفينهم اللي هو ال a او ال e او i او o او u. لو بدات الكلمه المفرد بحاجه من الخمسه اللي انا قلتهم دول بنحط قبلهم ايه؟ an. برافو عليكم. طب ولو ما بداتش بيهم هنحط قبلهم ايه؟ a. طيب تعالوا كده نشوف الامثله اللي هتوضح اكتر. what is this؟ what is this يعني ما هذا؟ رد قال ايه؟ it's a shirt يعني هو قميص. طيب ممكن ارد بطريقه ثانيه باستخدام ضمير الاشاره، برافو عليك، فيقول ايه؟ this is a shirt. this is a shirt. طيب تعالوا كده لما نشاور على حاجه بعيد، منى هنا بتشاور على السك اللي هو بعيد، فرده شراب واحده، عشان كده هنعتبرها ايه؟ مفرد. طيب هنا بيقول ايه؟ بتقول له what is that يعني ما ايه؟ هذه ايه ديت؟ قالت له ايه؟ او هو ايه كريم رد قال لها ايه؟ it's a sock. او استخدم ضمير الاشاره اللي في السؤال وعمل عمليه مقص وقال لها ايه؟ that is a sock. يبقى اللي نفهمه من السؤال على الحاجه المفرد اللي هي what is this او what is that ان احنا ممكن نرد باجابه مشتركه واحده وهي it's a او an وبعدها اسم الايه؟ الشيء المفرد اللي احنا بنشاور عليه. يا اما استخدم نفس ضمير الاشاره اللي موجود في السؤال وبعده is وبعد كده ايه؟ a او an وبعد كده الاسم المفرد. طيب يا مستر لو انا اتلخبطت ما بين انهي اللي بياخد is وانا اللي بياخد مفرد من this و that و those و these، انا هريحك واعرفك حاجه سهله جدا تعرفها بقى في السؤال مثلا اللي تشوز او حاجه. this و that الاثنين دول مكونين من اربع حروف صح؟ يبقى المكونين من اربع حروف دول يا مستر هيجوا مع مين؟ مع is، ودول اللي بيجوا مع المفرد. اوكي؟ طيب وthese اه these وthose مكونين من خمس ايه؟ حروف، ودول بيجوا مع مين؟ مع الجمع، فبيجي معاهم ار. اوكي؟ طيب تعالوا بقى مع بعض كده نحل الاكتيفيتي اللي موجود على الايه؟ الشرح ده. Look at the pictures and circle the correct answers. Number one, what are those ولا these؟ هنا الولد بيشاور على الايه؟ على الشورتس، على سوري على الشيرتس، على القمصان شيرتس، ولكن القمصان هنا ايه؟ بعيده، يبقى هيستخدم هنا those ولا these؟ برافو عليكم، يبقى هيستخدم ايه؟ those عشان القمصان هنا ايه؟ بعيدة، يبقى نستخدم ايه؟ those. برافو. طيب نمبر 2، what is ولا are these؟ ها لسه قايل لكم عليها من شوية، لأن أنا قلت اللي مكونة من خمس حروف دول بيجي معاها ايه؟ بتيجي مع الجمع، والجمع بيجي معايا يا شطار are. برافو عليك، يبقى هنقول ايه؟ what are these. نمبر 3، we ولا they are skirts؟ طبعا ما ينفعش نقول وي لان الجيبات مش هيتكلموا على نفسهم ويقولوا ايه؟ نحن. امال احنا اللي هنشاور عليهم ونحن ونشاور عليهم ونقول ايه؟ they are skirts. برافو عليكم، they are skirts. number 4، they are shorts
ولا شيرتس. اوف كورس يس they are shorts لان ده ايه shorts مش shirts. اوكي بي listen and repeat then practice with a partner. طبعا في الجزء ده بيقول لي استمع وكرر وبعد كده ايه مارس هذا الجزء مع مين مع زميل. في الجزء ده احنا ممكن مثلا ايه نعمله مثلا مع ماما او نعمله مع بابا او نعمله مثلا مع اخواتنا نسالهم مثلا هم يردوا علينا وبعد كده هم يسالونا واحنا ايه نجاوب. اوكي طيب listen and repeat يعني استمع بقى ليا وكرر ورايا. What are these? They're socks. Number two. What are those? They're skirts. Number three. What are those? They're shorts. Number four. What are these? They're shoes. Number five. What are those? They're jeans. Number six. What are these? They're shirts. Okay. هننتقل دلوقتي على اكسرسايز مهم جدا وبيجي دايما في الامتحانات على الجزء ده تحديدا بتاع الاشارة. بعنوان ايه السؤال ده؟ Look and write a sentence under each picture. يبقى بيقول لي انظر واكتب جملة تحت كل ايه صورة. The first picture بنت بتشاور على صورة الشورتس وهم ايه وهو قريب. طبعا احنا قلنا ان الشورتس هنا هيعتبر ايه اولاد هيعتبر جمع لان طبعا ما بقدرش ايه افصله زي ما قلنا في الفيديو الايه السابق. طيب البنت هنا هتكتب ايه او احنا هنكتب تحت الصورة ايه طبعا هنا بتشاور على حاجة قريبة او جمع فهنقول ايه they ونبدأ اجابتنا بحرف كابيتال they are shorts. طب ممكن نجاوب بطريقة تانية يا مستر؟ ممكن نجاوب بطريقة الايه ضمير الاشارة برافو عليكم. فممكن هي هنا بتشاور على حاجة جمع قريبة فهتقول ايه برافو عليكم these وthese بيجي بعدها are وبعد كده اسم الشيء الجمع يبقى shorts. يبقى ممكن نجاوب بطريقتين على الصورة اللي من الشكل ده they are shorts او these are shorts. وممكن برضو نكتب الابريفيشن او الاختصار بتاع are اللي احنا نشيل الـ a ونحط مكانها apostrophe. طيب picture number two الولد بيشاور على a pair of shoes اللي هو الفردتين بتوع الجزمة دول وطبعا دول بعيد عنه وبالتالي ممكن برضو بما انهم جمع وممكن نستخدم هذه الطريقة برضو اللي هي they ايه they are shoes. وممكن نجاوب باستخدام ضمير الاشارة يا مستر لان هو هنا بعيد فهيستخدم هنا ايه برافو عليك those وبرضو those بيجي بعدها are وبعد كده اسم الشيء اللي بنشاور عليه اللي هو شيء جمع يبقى those are shoes. Picture number three. جاب لي هنا ايه? Socks. Two socks. اللي هو فردتين شراب. طبعا جمع. وبالتالي بيبقى انهم جمع هنجاوب برضو باستخدام they ايه? They are. طيب تعالوا نعملها abbreviation دلوقتي في السؤال ده. عشان يبقى فوق احنا عملناها they are. وهنا نعملها ايه? There. لان ممكن نكتبها كده او كده. There ايه? Socks. Picture number four. هنا الولد بيشاور على الايه? skirts. فبرضو بما انهم جمع فهنستخدم ايه اولاد برافو عليك هنستخدم they are او there. وبعد كده اسم الشيء ليه الجمع اللي احنا بنشاور عليه اللي هو skirts. their skirts. طب هنا ممكن نستخدم ضمير الاشارة? طبعا برضو ممكن نقول ايه? these are skirts. these are skirts. اوكي. نيجي بعد كده لي practice time exercise اللي هو تمرين على درس ال practice time. question number one listen and fill in the gaps. what are these? يبقى نكتب هنا ايه these.
their genes. يبقى نكتب هنا ايه their, وبالتالي اللي ناقص هو الابستروفي ار اي. لو انا سمعتها من المستر بيقولها they are, يبقى هو عاوزني اكتب ار اللي هي اي ار اي. طب لو قالها لي their, يبقى عاوزني اكتبها ايه ابريفيشن الاختصار بتاعها, يبقى ابستروفي ار اي. question number 2, read and match a with b. What are, what are بيجي بعدها ايه these او those. What are, ها برافو عليكم, what are these, يبقى 1 هتتوصل مع c. number 2, those, ها فكروا كده, برافو عليكم, those بيجي بعدها ايه are. طب انا قدامي دلوقتي اتنين فيهم ار, دي يا مستر ولا ديت؟ طبعا هتبقى دي. ليه؟ عشان ديت منتهيه بكويستشن مارك, وده طبعا ما بتبقاش بدايه سؤال. يبقى هنستخدم ايه اي, يبقى those are shoes. number 3, what, ها طبعا what ببدا بقى الكويستشن مش كده, يبقى هتتوصل بيها يا اولاد, ها يا تتوصل بسي يا اما تتوصل بي بي, بس سي احنا اصلا استخدمناها مع نمبر 1, يبقى هنستخدمها مع مين بقى؟ مع بي. يبقى نقولها ازاي؟ what are those. نمبر 4, they are out there. there, ها طبعا ار ديت بيجي بعدها اسم جمع, يبقى نقول ايه there, ها برافو عليكم, their shorts. يعني ما ينفعش اقول سوك لان سوك ده ايه مفرد, يبقى نستخدم shorts. their shorts يبقى 4 تتوصل بدي. question number 3, choose and the correct words between brackets. number 1, those are my, those are my, طبعا are عارفين كلنا انها بتيجي مع البلورال ناون الاسم الايه الجمع, وبالتالي هنستخدم مع ايه shirts, برافو عليكم, يبقى هنستخدم هنا ايه shirts. number 2, نستخدم blue ولا four ولا cat. is my favorite color, طبعا عارفين كلنا ان color يعني ايه لون, وfavorite اللي هي مفضل يعني لون المفضل, وبالتالي ايه اللي هيبقى اللون المفضل هنا, برافو عليك, اللي هو ايه blue. number 3, these, ها من غير ما تفكر ومن غير ما نكمل اصلا, ها هتيجي مع ايه برافو, يبقى تيجي مع ايه مع r, لان احنا اتفقنا ان these و those دي بيجوا مع الجمع, والجمع معروف ان هو بيجي مع ايه ار, يبقى these are skirts. 4, محادثه ما بين A و B, فA بيقول ايه لB, who is she, يعني من هي, رد B قال له ايه she is my, she يبقى بتشاور لايه المفروض لومن لسيده او بنت, يبقى هتاخد ايه برافو عليك, هتاخد sister. she is my sister يعني هي اختي. number 5, what, these, ها what يجي معها am ولا are ولا is, برافو عليكم, what are these, عشان these بتاخد ايه are, اتفقنا ان المكونين من خمس حروف بياخدوا الجمع فبيجوا مع مين مع are, واللي مكونين من اربع حروف اللي هي this و that بياخدوا ايه is. question number 4, you can write a sentence under each picture. picture number 1, بنت بتشاور على ايه على two skirts, والtwo skirts دول طبعا بما انهم جمع يبقى هنبدا اجابتنا بايه ب they are او their, وبعد كده اسم الشيء اللي احنا بنشاور عليه their skirts. picture number 2, البنت هنا بتشاور على shoes, والشوز دي برضو جمع, فهنقول هنا ايه برضو نفس الكلام their shoes. طب يا مستر ممكن نجاوب هنا باستخدام ضمير الإشارة؟ اه طبعا ممكن, البنت هنا بتشاور على جمع بعيد, اه يبقى نستخدم ايه, ها برافو عليكم, those are skirts. طب هنا البنت بتشاور على جمع قريب, يبقى هنستخدم ايه, ها برافو عليك, these, يبقى these are shoes.
بعد كده اكسرسايز يا اولاد بيكون على lessons 1 و 2 و 3 هنحله مع بعض كده. question number 1 listen and number the pictures يبقى هتستمع وهترقم الصور حسب ما انت بتستمع حسب المستر ما يقول. number 1 skirt number 2 shirts number 3 red number 4 jeans number 5 blue question number 2 choose the correct words between brackets number 1 محادثة ما بين A و B A بيقول what are ها هتقول what are this ولا what are those ولا what are that وجاوب هنا B L A their socks طبعا اتفقنا زي ما قلنا ان R بتيجي مع المكونة من خمس حروف اللي هي طبعا كده كده بتيجي مع الجمع اللي هي those برافو عليكم يبقى what are those number 2 these those this is my skirt is دي بتيجي مع المفرد واللي بيجي مع المفرد مين برافو عليكم اللي هي this المكونة من اربع حروف this is my skirt number 3 she's my she تيجي مع الايه مع المؤنث برافو عليكم يبقى she's my mother اتفقنا اصلا ان احنا قلنا ان she بتيجي مع mother وبتيجي مع sister بتيجي مع grandmother وبتيجي كمان مع مين مع aunt انما he بيجي مع father مع brother مع grandfather ومع ايه uncle number 4 where are the am ولا is the shirts طبعا shirts دي اسم جمع اولادي وبالتالي هتاخد ايه ها برافو عليكم يبقى تاخد ايه are يبقى what are the shirts where sorry where are the shirts where are the shirts number 5 I am France I am from excellent I am from France I am from France number 3 look at the pictures and unscramble the words number 1 طبعا دي صورة الايه jeans لازم نكون حافظين السبيلنج بتاع jeans number 2 ديت ايه حروف كلمة color اللي هو لون والcolor يا اولاد تنفع بمعنى يلون كمان يبقى تنفع بمعنى لون وتنفع كمان بمعنى يلون number 3 برافو عليكم ديت صورة ايه shirts number 4 صورة ايه ديت socks question number 4 look and write a sentence under each picture picture number 1 ولد هنا بيشاور على صورة الايه shorts فيقول ايه بما انها قلنا تعامل معاملة الجمع هي والجينز فبالتالي هنقول معاها ايه عليها ايه they are او there وبعد كده ايه الاسم اللي هو shorts يبقى they are shorts طب ممكن نستخدم ضمير الإشارة؟ ممكن نقول هنا بما انه بيشاور على جمع قريب فنقول ايه these are shorts the second picture الصورة الثانية بنت واقفة قدام الأهرامات فهنا ممكن البنت دي تقول ايه فكروا كده ها برافو عليك ممكن يقول ايه ممكن تقول البنت I am from Egypt I am from Egypt يعني أنا من مصر ممكن تقول حاجة تانية ها فكروا كده excellent برافو عليكي يبقى تقول ايه I live in Giza يعني أنا بعيش فين في الجيزة I live in Giza اوكي وبكده يا أولاد نكون خلصنا ايه lesson 3 اللي هو بعنوان practice time وهندخل دلوقتي مع بعض وهناخد على هناخد الدرس الليسن 4 اللي هو الدرس الرابع
Lesson 4 بعنوان Phonics Time. هناخد طبعا في درس الفونكس تايم من كل واحدة بيدينا صوت وبيعلمنا طبعا في الدرس ده الصوت ده بيتنطق ازاي في الكلمات، وده طبعا بيكون درس مهم جدا لانه بيعلم الطفل ازاي ينطق الكلمات بشكل صحيح. طيب ايه الصوت النهاردة يا مستر اللي هناخده؟ اللي هو صوت يا اولاد الايه اللونج او، اللي هو الاو اللي بيكون فيه مد، او بتنطق او او او. طيب الاو اللونج ده بيكون لي تلات اشكال. ايه التلات اشكال بتاع اللونج او؟ يا اما بيجي في الكلمه او ايه وقبلها كونسنت وبعدها كونسنت قبلها حرف ساكن وبعدها ساكن، يا اما بيجي في صوره او دبليو في اخر الكلمات زي ما احنا شايفين كده، يا اما بيجي او وبعدها حرف ساكن وبعدها اي في اخر الكلمه. في الحاله ديت التلات اشكال دول يا مستر هيتنطقوا بنفس الشكل، حرف الاو فيهم هيتنطق او. تيجي بقى نشوف نطق الكلمات ويتردد ورايا. اوكي boat coat soap road toad goat snow window low row slow yellow home note phone hole bone tone rope رول. وبكده نكون خلصنا قراءة الكلمات اللي بتحتوي على اللونج او، واللي بيكون قلنا زي ما قلنا فيه تلات اشكال او اي او دبليو او بعدها ساكن وبعد كده اي في اخر الكلمة. كل الكلمات ديت هنلاحظ ان نفس الفاول فيها بيكون متشابه فبننطقه ازاي او. هننتقل دلوقتي على فوكابلرز، حاجات او مفردات تانية او كلمات تانية طبعا معظمها او كلها واخدينها قبل كده عادة، بس كلمة ايه رايب هي اللي جديدة علينا. تعالوا كده نشوف بتتكلم عن ايه الكلمات دي. اول جزء معانا اللي هي الكلمات اللي فوق دي يا اولاد كلها بتحتوي مع بعض على حرف الايه الاي، وحرف الاي هنا لونج في الكلمات ديت، وبالتالي لما بيكون لونج بتنطق ازاي؟ ها بتنطق اي، كنا واخدينها في الفيرست ترم في الترم الاول. يبقى هنا حرف الاي هنا هتنطق ازاي؟ ما هو بتنطق كحرف، هيتنطق ازاي هنا في الكلمات اي؟ ليه شكلين في الكلمات اللي قدامنا ديت، يا اما بيجي اي وبعد كده ساكن وبعد كده اي في اخر الكلمه، يا اما بيجي اي جي اتش. في الحاله دي بيكون نطقه اي. نشوف كده نطق الكلمات. نمبر 1 رايد رايب لايك ناين كايت نايت. طيب تعالوا كده نشوف الكلمات اللي تحت بتتكلم عن ايه. الكلمات اللي تحت بتتكلم على اللونج اي، حرف الاي الممدود بيكون هنا في الكلمات اللي قدامنا ليه شكلين، يا اما يجي اي يا اما يجي اي وبعدها ساكن وفي الاخر حرف الاي. وطبعا زي ما احنا عارفين حرف الاي في معظم الكلمات بيكون سايلنت في الاخر. شوف كده نطق الكلمات. رين ليك نيم. طيب هننتقل دلوقتي على اللونج اي، حرف الاي الممدود قدامنا في الكلمات هنا ليه شكلين، اللي هو اي اي يا اما اي واي، وممكن كمان يجي في صوره اي اي زي تي كده وزي ايت ياكل. طب تعالوا كده نشوف نطقه هنا. جرين نيد كي. وبكده نكون قرأنا الكلمات اللي هي المفروض نحفظ السبيلنج بتاعها كويس جدا ونبقى عارفين معنى كل واحدة عشان بتفيدنا جدا في الاختبارات وفي الحل. تعالوا كده بقى نحل مع بعض فونكس تايم اكسرسايز، التمرين اللي على درس الفونكس تايم. question number 1
Listen and number the pictures. Number 1. 9. Number 2. Note. Number 3. Soap. Number 4. Goat. Number 5. Window. Question number 2. Choose the correct words between brackets. Number 1. What color? Or is am it? هنستخدم are ولا is ولا am مع it. ها برافو عليك. يبقى it بتاخد ايه is، يبقى نقول what color ايه is it. Number 2. It's، وجايب معاها ايه بوت. نستخدم a ولا an ولا at. احنا اتفقنا ان الاسم المفرد بيجي قبله ايه a او an، واتفقنا ان الان بتيجي مع المفرد اللي بادئ بحاجة من الفاولز اللي هما a او e او i او o او u، وطبعا بوت مش بادئ بحاجة منهم، عشان كده هنستخدم معاها ايه a. برافو عليك. ونقول ايه it's a boat. Number 3. Yellow is my color. برافو عليكم. احنا واخدينها اصلا في الليسن 1 في الدرس الاولاني، كان بيقول ايه red is my favorite color. يبقى هنا هنقول ايه yellow is my favorite color، يعني الاصفر هو لوني المفضل. Number 4. What those ديت يا مفرد يا مستر بتيجي مع الجمع، صح؟ برافو يا اولاد. والجمع بياخد ايه are. برافو. يبقى هنقول ايه what are those. Number 5. He's riding. يعني هو راكب ايه؟ طبعا رايد بمعنى يركب. ايه الحاجات اللي ممكن نركبها هنا من اللي تشوز من الاختيارات هنا؟ ها برافو عليكم. يبقى هنقول ايه he is riding a bike. يبقى نستخدم هنا ان هو راكب ايه بايك اللي هي دراجه. طيب نمبر 3. Look at the pictures and unscramble the words. بيطلب مني ان انا ايه اعد ترتيب ايه حروف الكلمه. نمبر 1. Boat. B O A T. نمبر 2. Rope. R O P E. نمبر 3. Coat. C O A T. نمبر 4. Rain. R-A-I-N. Question number 4. Look and write a sentence under each picture. يبقى بيقول لي انظر وهتكتب جملة تحت كل صورة. Picture number 1. This is a picture of home. لبيت اللي احنا ممكن نقول عليه home أو house. فهنا مثلا ممكن اشاور عليه وقول ايه this is، بما انه مفرد this is my house او this is my home. ممكن نستخدم دي او دي. This is my home او this is my house. The second picture جايب لي صورة الايه المفتاح، يبقى نقول ايه ممكن نقول this is a key او it is a key او it's a key. Question number 5. اللي هو copy the following sentences. يبقى عاوزني انسخ الجمل الاتية. ده سؤال خط نكتبه بايش خط كويس ونسيب مسافات زي ما قلنا قبل كده. اخر حاجة هنحلها مع بعض في هذا الفيديو اللي هو صفحة مهمة جدا، وبيجينا دايما طبعا في الامتحانات بيجينا صورتين في الامتحان، وبيبقى مطالب من الطالب اللي هو يكتب تحت كل صورة جملة. طيب practice writing اللي هو كتابة الايه او وقت او التدريب على الكتابة. look and write a sentence under each picture. يبقى عاوزني ابص على كل صورة واكتب تحتها ايه جملة. picture number 1 زي ما اتكررت قبل كده فوق كتير، ممكن نكتب هنا ايه they are shoes. picture number 2 لما اجيب صورة رقم ممكن نقول it's number 9 او it's 9، او ممكن اقول ايه I am 9، يعني اعتبر ان انا بتكلم على عمري او الرقم ده بيمثل عمري، يبقى I am 9.
يعني انا عندي ايه 9 سنوات. picture number 3 بنتنا بتشاور على صورة الايه البوت، فهتقول ايه it's a boat it's a boat. number 4 بتشاور هنا على shorts فهتقول ايه they are، او بتشاور على جمع بعيد يبقى ممكن نستخدم ايه those are shorts. يبقى هنا ممكن نجاوب بطريقتين they are shorts او those are shorts. number 5 صورة ايه coat، يبقى هنقول ايه بما انه مفرد هنقول it's a coat. طب هنا بيشاور على صورة البيت يبقى هنقول ايه it's a home، او بما انه بيشاور على المفرد بعيد هيقول ايه that's a home او that is a home. number 7 جاب صورة الايه bone عظمة، فهنقول ايه it's a bone. لاحظوا ان المفرد بنقول معاه it's والجمع بنقول معاه ايه they are او there. number 8 جاب صورة لون يبقى على طول ممكن نقول it's red. طب هو اللون يا مستر مفرد؟ اللون بيعامل معاملة الايه المفرد لانه حاجة ايه طبعا من الاشياء اللي تعتبر ايه مفرد في اللغة، وبما انها تعتبر مفرد فبيجي قبلها ايه it's او it is. طب ممكن نكتب الجملة دي بطريقة تانية؟ اه ممكن نقول كدهوت زي ما نكتب كده لما اجيب له صورة لون، ممكن نكتب ديت، ممكن نقول يلو نكتب باسم اللون يلو از ماي، بس ديت طبعا طويلة تبقى محتاجة مني ان انا بحافظ الكلمات دي كويس. يلو از ماي فيفرت كولر سوري yellow is my favorite color، يعني الاصفر هو لوني المفضل. يا اما بعتذر ليكم لان ما خدتش بالي ان احنا المفروض هنا ما نكتبش ايه ما نكتبش red، المفروض هنا نقول ايه it's yellow لان ده لون ايه اصفر، ما خدتش بالي. طيب نكمل كده بعض يا اولاد. number 9 هنا جايب لي صوره ايه مفكره اللي هي note، فهنقول هنا ايه برافو عليكم هنقول it's a note بما انها مفكرة واحدة فمفرد فنقول it's a it's a note. هنا برضو نفس الكلام شيء مفرد فنقول ايه it's a window. طب في طرق تانية يا مستر؟ اه في طرق تانية كتير، ممكن اقول ايه I can't see a window او this is a window او that is a window، كل دي الطرق ممكن اجاوب بيها. number 11 جايب هنا صورة ايه ولد، فممكن نقول ايه he is a boy he is a boy. طيب number 12 جايب لي صورة ايه robe، فنقول ايه هنا برافو عليكم هنقول it's a robe. وبكده يا اولاد نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة، وخدنا في فيديو النهارده الليسن 3 وليسن 4. انتظروني في الفيديو القادم وهناخد في الفيديو اللي جاي باذن الله، هنحل مع بعض تيست 1 وتيست 2 على يونت 7، وهيبقى جزء مهم جدا عشان نمارس او نتمرن على كل الكلمات ونطبق كل الحاجات اللي احنا خدناها في اليونت. ما تنسوش بقى في نهاية الفيديو تشاركوا الفيديو على صفحاتكم وتضغطوا على زر الاشتراك والجرس وتدوسوا لايك وتكتبوا كومنت لو الفيديو عجبكم، واي حاجة حضراتكم محتاجينها اكتبوها في كومنت وانا هرد على حضراتكم فورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.